الحضارة كلمة مش من فراغ، دي نتيجة لمجهود كبير لخلق الهوية، مجهود أخد وقت كبير أكبر من عمر بلاد كتير في العالم. هوية معمارية وعلمية وثقافية وفنية كمان. ومصر بالأخص يا سادة، خلاصة حضارات بتمشي في دم أهلها من أكتر من 7000 سنة، اتطورت وتشكلت مع مرور الزمن، لكنها رفضت أي محاولة للتأثير عليها. يعني من الصعب إننا نخترق فكر المجتمع ده؟ لو من قبل كم سنة فاتوا كنت هقولك صعب، لكن دلوقتي الموضوع أسهل بكتير. التأثير على الجيل الجديد اللي لسه مرتبطش بحضرته ممكن نشكله بطريقتنا ونوجهه لأفكارنا، نشكل سلوكهم في الألعاب اللي نعملها لهم، ضرب، عنف، دمار، سرعة، مش ألعاب تشغل المخ ويلبسوا زي نجوم السينما والتلفزيون بتوعنا، وننسيهم لغتهم اللي بيتكلموا بيها ونحسسهم إنهم هيكونوا ناس راقية ومتحضرة لما يتكلموا بلغتنا إحنا. No way، بتهزري؟ عدى عليا وكان لابس شميس كولور بلدي موت، ده حتى ما افتكرش إن هو بيجيب لي ورد معايا. That's so rude. ساعتها بس هنقدر ننسيهم حضارتهم من جذورها، وهيبقوا بيتفرجوا عليها لما يكبروا كأنهم سياح من دول تانية، ويشوفوا بلدهم من برا من غير ما تكون جزء من هويتهم. وده دورك انت في مصر، مطلوب منك إحباط أي محاولة تخلي الجيل ده يرتبط بماضيه وهويته مهما كان الثمن، مهما كان.